السلام عليكم، في صوت؟ طيب، موضوع، طمنا على الصوت، إن شاء الله الصوت واضح. أجاني سؤال، يقول السؤال: ما هو الدليل على وجود خالق لهذا الكون؟ طبعا الدليل أمامكم على الشاشة، يعني ما هي احتمالية أن الكون هذا يكون جاء من نفسه صدفة؟ هذا يعني سؤال من ملحد. طبعا الجواب يتمثل في هذه المعادلة الرياضية اللي أمامكم، هو الاحتمال يساوي the number of wanted outcomes تقسيم the number of possible outcomes. شو يعني؟ يعني الاحتمال المطلوب تقسيم الاحتمالات الممكنة. طبعا لما نيجي نحسبها نجد أن الكون فيه عدة مقادير فيزيائية. مثلا خذ على سبيل المثال شحنة البروتون داخل نواة الذرة، هذا لازم يكون مقدر. شحنة الإلكترون لازم تكون مقدرة. المسافة بين الإلكترون وبين البروتون داخل نواة الذرة لازم تكون مقدرة. وعندما نطبق هذا القانون نجد أنه هذا أن يحدث دون خالق أمر مستحيل. يعني من المستحيل أن تأتي كل هذه المقادير الفيزيائية دون خالق. يعني الخالق خلق الكون بالتطور، ما المشكلة؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نعم في تطور، بس هذا التطور هو سنة من سنن من السنن التي خلقها الله سبحانه وتعالى. خلق دون خالق مستحيل، وهذا تطبيق عملي للطريقة العلمية الحديثة. هذا قانون نحن نستخدمه في الطريقة العلمية الحديثة عندما نريد أن نعطي قرار. فالطريقة العلمية الحديثة اللي بنستخدمها تتوجب علينا أن نستخدم هذا القانون. فأنا أتعجب عندما أقرأ بعض الكتب يقول صدفة، يعني هذا الكاتب لبروفيسور أكيد درس هذا القانون، فلماذا يقول صدفة؟ فطبعا هذا لأنه يريد أن يلحد، وليس لأن الإلحاد هو الطريق العلمي الصحيح. والله أعلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.